منحييكم عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. منحييكم اليوم مع ضيوف وجودهم معنا منقدر نقول معهم منسعد بمتابعة كل القضايا، لأنه هن ممكن يكونوا معنيين أكثر من غيرهم، ولكن بمحل أو بمطرح من المطارح منشوفهم دائما بمقدمة المهتمين. كيف ما كانت الطرق، المهم أن تؤدي الطريق إلى نبع الحلول إنجاز التعبير من واقع مواكبتهم ومتابعتهم. اليوم نحن عم نحكي عن النفايات ومشاكلها وتعتيرها وما يطلق عليه كارثة بيئية بلبنان عايشين نحن بامتياز، ولكن على مدار السنوات بنلاحظ أن ضيوفنا لليوم كان عندهم كثير من الاهتمامات، وخاصة وقت اللي قسم منهم بيعطي وبيشعر بفرح للعطاء ما له ثمن وما له ترجمة أبدا. من خلال فرح العطاء اسمحوا لي اليوم بفرح نرحب بضيفنا لأول مرة ضمن برنامجنا المحامي الدكتور ملحم خلف، رئيس جمعية فرح العطاء وعضو في لجنة مناهضة كل أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة. أهلا وسهلا فيك. الله معك. أيضا ضيفنا بول أبي راشد، تعددت اللقاءات معه وبكل مرة بتكون لقاءات مهمة بإطار حرصه على أن يكون مواكب لكل ما يقول به سابقا أو ما يصرح به سابقا. معنا اليوم لحتى نسأله عن مواضيع أنتم شخصيا بهمكم تعرفوا أكثر عنه، وهو ملف النفايات إلى متى رح ينتهي. أهلا وسهلا فيك. شكرا سيدي. اليوم منرحب فيك بمؤسس جمعية الأرض لبنان، لأول مرة منرحب فيك بهذه الصفة، قبل كنا نرحب فيك كرئيس الحركة البيئية اللبنانية. بدي ابدا معك دكتور ملحم، يعني بدايه نحن نشوف الاعلام مشغول بموضوع النفايات، ولكن بهذه المرحله مع جمعيه الارض لبنان كان عندكم تحرك لافت استقطب كل الاهتمام، وقلنا يا ريت بيتعمم على كل البلديات يلي بالواقع بدها وما عندها امكانيات، ومعكم انتم فرح بالعطاء وبالعمل بتقولوا بنشتغل دون أي إمكانيات مالية بين الإيدين، نشتغل كلنا كتف إلى كتف لحتى نكون كلنا إيد واحدة. شو سر هذه الخطوة اللي بلشتوها وقديش بتنتظر بدها وقت لتتعمم على البلديات؟ أول شيء بدي أشكرك لأن عم تحط يمكن عم تسلط الضوء على أمر كتير مهم. نعم. نحن بالحقيقة أول شيء نحن من ضمن مجموعات كتيرة ومن ضمن مجموعات برافو. يعني وجمعيات ننشط داخل المجتمع، هيدا بدي أكد على أمر أساسي يلي هو المجتمع المدني في لبنان هو مجتمع ناشط، وهو مجتمع كمان يرفض أن يتساهل في التصوير وكأنه مجتمع كسلان. نعم. انطلاقا من هون. نعم. نحن سلط الضوء أحد يعني المهندسين يلي هو داخل جمعية أرض يلي هو المهندس بيير أبي راشد يلي نعم. كان عنده فكرة كتير بسيطة ويلي هي بعض الخبراء أعطونا إياها على مدى يعني متابعتهم للمشكلة النفايات، إنه في إمكانية اليوم لحل ما يسمى بالمخزون المتراكم من النفايات على الأرض يعني المنتشر بصورة عشوائية الطرقات، يعني هذا اللي عم نحكي عنه. نعم. وعم نشوف نحن يعني كان في إذا بدنا نرجع للأمور نحطها بسياق ما كان في فكرة كتير بسيطة يلي هي أزمة النفايات إلى تداعيات. أزمة النفايات هي أزمة يعني هيدي السلطة مسؤولة عنها. أزمة النفايات هي يعني بشكل ما وبمكان ما هي مش أزمة بيقدر يعني جمعية تقدر تحلها. نعم. كان في خطة يلي تقدم فيها الوزير شايب، هيدي الخطة يلي تقدم فيها وزير شايب صار في ملاحظات عليها، تغيرت الخطة لم تعد خطة الوزير شايب، صارت خطة أخرى. هيدي الخطة الأخرى لتقدر تتأمن لازم يكون في عندها مجلس وزراء، هيدا مجلس الوزراء نعم إن شاء الله ينعقد، بس لاقى ما بعرف في شيء أهم من حياة الأشخاص يلي من المواطنين اللي قاعدين اليوم عم ينتظروا كل يوم على التلفزيونات كيف بيتراكم النفايات. نعم. بعد لهلا ما في ضرورة الهيئة لإقامة أي مجلس وزراء لإعتماد إن شاء الله الثلاثة إن شاء الله إن شاء الله أوكي، بس بعتقد الله عطانا كمان عقل والله عطانا كمان إرادة مزبوط. إنه أن نتخطى ونعرف إنه وقتها بيكون في هالقد خطر غير مقبول إنه أن نبقى متفرجي. هذا الأمر سلط الضوء على من بعد نحن اليوم باليوم 92 للأزمة لعدم رفع النفايات.
اليوم 92. نحن اليوم بسنة وست شهور و92 يوم على اقفال مطمر الناعمة، يعني وقتها كانت الحكومة قالت انه مزبوط انا اعطوني مزبوط. سنة بدي حل القصة. انا من بعد هيدي الفترة اليوم في بعض الاطباء بيجوا بيقولوا لي في خطر في حال امطرت السماء، وهذا الخطر في تداعيات عليه كتير كبير. سألنا شو التداعيات، تبين انه داخل كل مكان بينزد فيه بصورة عشوائية النفايات بيصير عندك مكان وباء، يعني بيطلع فيه بكتيريا، وداخل البكتيريا يعني داخل النفايات تتحول أمكنة للديدان للحشرات للجرذان. لا هيدا مهم نعرفه، يعني نعرف مثلا المواطن اليوم بكب. يعرف وقت بيكب هيدا النفايات بهيدا الشكل شو عم بيصير. هيدي بتطلع ريحة، والريحة بالتراكم تبعها بتجيب عليها جرادين. ثلاثة الدبان وقتها بيجي بينزل بغط على هالزبالة بينتقل. نعم. ومعقول ينتقل ليصير فيه هو ينقل الوباء. نعم. ثلاثة إذا نزلت هطلت الأمطار تقدر تجرف معها النفايات من أكياس. هيدي الأكياس وين بتفوت؟ بالمجاري. بتفوت بالمجاري. مزبوط. المجاري بتقفل وبتطلع الماء كمان لفوق. بس أكثر من هيك الخطر. نعم. وين؟ في زوم بيسموه الليتش، هلا بول يعني بيفسر احسن مني بهذا الموضوع شو هيدا الزوم الاسود يلي يعني بيتكدس من النفايات من النفايات وسموم وبتاخده مع المي. طب امام هذا الواقع هيدي نتيجه لوباء. نحن اذا بدنا ننطق يعني ننتظر بعد ما بعرف مين حابب انه يكون مسؤول ليقدر يرفع هذا الامر عن كاهل المواطنين، بعتقد صار في عنا هم أساسي هو ننتبه الحد من نعم. تداعيات الوباء الصحي. شو كانت الفكرة؟ انطلاع منه نعم. جمعية أرض اجت مع مهندس لنا بيير أبي راشد بيقول يا شباب حيش بقى يعني نظريات. هالنظريات نعم. الكبيرة الخبراء ما عاش يقدروا، السلطة عاجزة السلطة فاشلة، بيطلعوا بيزتوا الأمور على غيرهم انه هني ما بعرف مين لازم يرفع. شو كانت فكرته؟ الفكرة شو هي؟ انه اولا اول لا 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 الفكرة كتير هينة، هي ضب النفايات داخل اكياس غير مسربة للمياه الاثنين، غير مسربة يعني بتحفظ اول شيء الرائحة، اثنين الماء ما بينزل منها، ثلاثة الجرذان والحشرات ما بتتنقلها، بتتكدس بشكل مرتب. مفرزة بدها تكون مش مفرزة. هلأ عم نحكي عن المخزون المتراكم شو مكان يعني. فبالتالي هيدا الامر بيساعد انه نرفع هالزبالة عن الطريق بالشكل العشوائي. نعم. ويكون عندنا بمكان ما نحفظ صحيا. عم نحكي بالاف الاطنان. جيد. بس نحن وقتها بنلاقي قال له الحمل على المجموعه ريشه، بس الريشه فوق ظهر البعير يلي ما بيعود بيقدر طاقه بيكسر له ظهره، فبالتالي نحن بدنا نتعاون كلنا كمواطنين ونكون نحن بمسؤوليه واضح. هذه المسؤوليه دفشت فينا لنقوم بهيدي الحمله ونعطي نموذج رح نحكي عنها بالحلقه بالتفصيل. ولكن بول يوم بدي اقول شكرا يعني لهذه المبادره التي صنفت نموذجيه. يعني بالواقع وجودكم ميدانيا على الارض مع فرح العطاء يعني خلق شيء بالاعلام الكل اهتم فيه وترك صدى بين البلديات يقولوا هذه الخطوه قد ايه بدها لتوصل لعنا، شو بدها امكانيات، شو بدها كيف خططتوا له مثل ما قال مع خيك بيير ابي راشد لحتى تقدر توصل لكل البلديات. لا هي لانه يعني كانت النفايات سرقت عليها شهرين ونص أوكي. باحد الاحياء ببعض قرب جمعيه الارض لبنان. انا حكيت مع ساحه المحافظ قال انتم عرضتوا انه البلديه او الاحرى المحافظ اختار قطعه ارض انتم عرضتوا مزبوط؟ صح مزبوط، كان في تم اختيار انه نعم. ان تكون غابه بعبده يلي هي غابه الرهبان عم نحكي خندق الرهبان يلي على طول نحن عم نحكي نعم. عن اوكي هيدي اللي عرضتوها انتوا وقتها. نحن عرضنا نعم. انه تنحط النفايات يعني انه ننحرم من محميه بسبب ظروف قاهره
مؤقتة. نعم. تنحرم منطقة. يعني اليوم أنا اليوم هلأ نحن وهون في جروب طلاب مدارس عم بيكتشفوا التنوع البيولوجي بغابة خندق الرهبان. اليوم ما بقى عنده المواطن ببيروت الكبرى ما بقى في مساحات برية طبيعية خضراء يقدروا يزوروها. ما, 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 ما لم يكن من الممكن أن نقبل أنه تتراكم فيها. بالنفايات شو صار؟ يلي صار أنه هي هالتجربة السريعة يلي طلعت الفكرة مع بيير أنه سهولتها كانت أنه بساعتين ونص قدرنا نوضب نفايات مراكمة بشهرين ونص. كم متطوع كنتوا؟ كان حوالي 7 أشخاص بعتقد. كان حوالي شيء 7 أشخاص. ومن فرح العطاء قديش كنتوا متطوعين؟ لا احنا بعدين يعني بعدين ضميتوا مرحلة تانية. لا الموضوع يعني يلي عمله بيير هو كان حوالي شيء 7 طن. يعني كان هو عم يجرب 7 طن؟ ايه كانت 7 طن نفايات ب يعني بحوالي ساعتين ونص. وين وضبتوهم؟ توضبوا مثل ما قال دكتور ملحم انه بمجرد انت كان عندك كومة بتغط عليها الدبان وبتطلع لعندك على البيت. أوكي. صاروا مضبوطين بكياس بيض يدويا اشتغلتوا ولا يعني رفوشه كفوف اكيد بكون الاشخاص مع الكمامات كفوف بس يمكن تتطور القصه واليوم صار عم نقول هلا بيحكي الدكتور ملحم لانه عم تتطور وعم تندرس بشكل تكون بلو بروفيشنال. هلا هذا بتصور ذكر الدكتور ملحم انه حتى الديدان يمكن يجي من لا هلا الدود يمكن يكون جوا بس ممكن. بطل تقدير الدودة هلا هي اللي عم تتفاعل عم تتفاعل وتتخمر جوات الكيس هلا بينرش تحتهم كلس يعني قبل ما يرجعوا يترتبوا. يعني انت كان عندك جبل زباله بحي جيت انت حولته ل مثل كانك خزنت هالنفايات بكياس موضبه مرتبه لا ريحه. الريحه بتخش اكثر كيس معلش بال 50 كيلو اوكي حوالي 50 كيلو بتسكر بطريقه محكمه يعني وبتسكر بطريقه محكمه. واولا نجيت حالك انه وقتها بتشتي الكياس ما تقدفها الامطار وتسكر المجاري المي وتصير بالنص الطرقات. الدبان الحشرات الصغيرة يلي عن جديد عم نشوفها كتير صغيرة بتجي على الأكل كله هيدا خلص صار مضبوط. نعم. القوارض جرادين إلى آخره كمان بتبطل تقدر تتفاعل مع النفايات. إذن هي منا ما بنحكي هون عن حل بس نحن وعم نوضب بإيدينا. هيدا كان الاختبار وقتها نحن وضبنا كجمعية وقت اللي كنا نحن كمان بالتجربة نحن وفرح العطاء يعني تتطور الأمور. يعني أنا صرت أترجاهم للمتطوعين فرح العطاء حاجة تفرزوا بيصير المتطوع عم بيشوف قدامه جالون مي ما بيقدر يحطه ويكيسه بده يحطه على جنب إنه جالون كرتونة تنك. يعني أنت وعم تفرز أنت وعم بتوضب في نفايات مفروض بتنفرز بسهولة وبتخفف الفوليوم بتخفف الحجم تبع النفايات. فهيدا الشيء بيكون على يعني انت وعم بتوضب هلا على الاكيد ما كنا نفتح الاكياس تنفتي جواتهم. يعني خلص نفايات كانت متخمره تقريبا انه عم نوضبها. هلا بتقلي هل هي هالاكياس فيها تروح الى فرز ثانوي؟ نعم بفرز ميكانيكي مثل ما فرزت نفايات جبل النورماندي وجبل النفايات في صيدا. نعم فيهم هالأكياس يمرقوا يرجعوا على طريقة ميكانيكية ويتم الفرز لهم بيوم من الأيام. وفيهم هالأكياس ينقلوا إلى مقلع أو كسارة بقضاء معين. يعني أنت كضيعة مش عم تحضرون للنعمة. لا بالعكس بهالطريقة من اليوم بعده عم ينحكى لليوم. نعم. من اليوم الصبح بعده عم ينحكى عن فتح مطمر الناعمي فوق يعني التوافق فور التوافق على الأسرار والمطمر اللي عم ينحكى عنه بالبقاع. هلا اذا صار في توافق والناس كلها قبلانه وهالنفايات بدها تروح لهونيك خاصه اذا بدك نفايات متراكمه ببيروت مثل حد المطاحن او النهر هذا موضوع تاني. بس عم نحكي نحن انه وقتها بتصير موضبه بهالطريقه لا فيك تخفف الكميات. نعم. يعني وفيها تكون بمقالع وكسرات بجبل لبنان ان شاء الله ما تروح النعم ان شاء الله. دكتور خلف اللي ارجع معك اليوم يعني قلت من شوي انه خطه الوزير الشهيب لم تعد خطه شهيب ادخل عليها تعديلات وانتظار اليوم ان يرجع يقرر مجلس الوزراء. ولكن بلاحظ انتم بفرح العطاء يعني من خلال عطاءاتكم ما شاء الله من دون حساب بتشتغلوا هون وهون 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 بمجرد الإشارة لأنه الخطة لم تعد للوزير شهيب بده يكون عندكم كثير من المستجدات لحتى تكونوا ميدانيا على الأرض مواكبين بموضوع النفايات. عم تشتغلوا مع جمعية الأرض
عم تستشيروا بيئيين، لأنه بكل ملف أنتوا عم تتولوه عم بتسجلوا بصمة نجاح، وهيدا صراحة. أول شيء نحن بدنا نقول نحن فرح العطان، نحن من ضمن أول شيء المجموعات والحراك اللي عم يصير يعني نعم. على الأرض نحن ما بنفهم نفايات، نحن ما بنفهم يعني، لسنا بأخصائيين. عم تحكي بحماس وبخبرة. أكيد نحن وقت بناخد الملف نحن منشوف ميدانيا كيف نقدر نشتغل وكيف نعم. منقدر نعمل على الأرض. يعني نحن كنا ناطرين أنه أن يأتي مثل ما بيقولوا قارب النجاة من أصحاب السلطة. نعم. نحن ما فينا يعني كل مرة عم بكرر هذا الأمر، بس لسوء الحظ، لأن نحن ما منقدر يعني ننطر هالوباء أن يصل ونتفرج عليه. نحن عنا هم يلي هو اليوم نحن ما عنا خطة لنقدر نحل أزمة النفايات. نعم. ننتبه. نعم. بس نحن عم نطالب الدولة برفع النفايات. هلأ بهيدا الوقت عنا مشكلة يلي في العالم عم بتقول في كوليرا، في ملاريا، في ما بعرف شو. منيح. طيب نبقى عم نتفرج؟ أكيد لا. أكيد لا. أكيد لا. وبالتالي من هون من هالزاوية عطينا نموذج نمط معين من أول شيء هالطاقة الشبابية. أول شيء هودي شباب لقد الدنيا، شوفوا شبيبة لبنان قد ايه كمان مهمة. صبايا شباب. أكيد بقول شبيبة، منا شبيبة أكيد مش بس ما عم يشتغلوا بقرف، عم يشتغلوا يعني بحبوا بحماس وبعطاء. هيدا المواطني، هيدا حس مواطني، هيدا محبة لوطن. هودي نعم. هودي مشاريع منن مشاريع حقائب سفر، هودي مشاريع مترسخة بالوطن. هودي الأشخاص شو عملوا؟ اجوا نعم. قالوا شو القصة يا شباب؟ خلينا ناخد على الإطار البسيط. قول. الإطار البسيط هو شو لازم لنا لنقيم هالزبالة ونكيسها ونوضبها بانتظار نعم. الأمر. بدهم كفوف، بدهم قناع، بدهم رفش مكنسة وكيس يكون يعني بلاستيك لما ينزل منه الزوم. الصبايا والشباب تشوفون كيف فاتوا على الأمر. أنا أنحني أنحني أمام هالعطاء اللامحدود. أنا ما في عنا أشخاص كانت عم تختنق من الريحة. هودي وقفوا لآخر دقيقة للساعة 6:30 بالليل ليرفعوا كل الكيس وكل الجبل النفايات اللي كان موجود. لما يظهروا هن كانوا للساعة 5 لما يظهروا قبل ما يخلصوا. هيدي صورة المواطنة، هيدي صورة كتير حلوة لازم نظهرها. وبدي أقول هيدي صورة وطن. نعم. ومن خلال هيدي الصورة بدنا ننقي العلاقة ما بين المواطن والسلطة. من هيدي الزاوية نحن ما بدنا كتير كلام، صار اليوم الفعل هو الأساس. جربنا نعمل بشكل كتير هين. نعم. شغلتين مهمين. أول شغلة يلي هي ب 41 متطوع. نعم. على مدة من الساعة 10 للساعة 6:30 فرح العطاء يعني؟ فرح العطاء. نعم. وأرض نحن أوكي. كنا على نهار السبت 41 متطوع 22 طن هودي كيسوا وتوضبوا. وبنفس الليلة قد ما ارتاحت البلدية وارتاح سعادة المحافظ، نحن كمان حكينا مع سعادة المحافظ برافو. جبل لبنان برافو. ويلي كان في يعني كمان حمل اليوم وعنا خطة وطنية من هيك يعني نأمل انه بهاليومين ثلاثة سيعلن عنا. هيدي الخطة الوطنية سيكون لها ارشادات لكل مجموعة ايا تكن المجموعة، مش ضروري تكونوا لا اخصائيين ولا تعرفوا باي شكل تحملوا رفش ولا تحملوا الكيس ولا تعرفوا توضبوا شيء. ما في اسهل من هيك. يكون في مجموعة شباب، إن كان بالنوادي، إن كان مجموعة جمعية، كشاف، أيا يكن المجموعة، كونوا أنتوا أصحاب. شو مطلوب منهم؟ مطلوب منكم بس شغلة واحدة. أول شيء نعطيكم السلامة العامة، أوعى تفوتوا على الزبالة من دون ما تكونوا حاطين كل الحماية الوقاية المطلوبة. الوقاية يعني. اللازمة نعم. اللي هي كتير أساسية. انطلاقا من هون، نحن بنعطي الإرشادات. أول شيء هاي الخطة سيكون ركائزة وأركينة ثلاثة. نعم. الركن الأول هن الجهد التطوعي، يعني لازم يكون عندنا شبيبة. نحن مش جايين لنقدر نقيم، نحن مواطنين. نعم. وهيدي المواطنين نحن شباب بنعرف نعطي كمان أمثلات برافو. بطريقة التعاطي. يعني نحن مش مطلوب منا نجيب عمال
هلا يلي مش قدرين وبده يجيب عمال يصفي مش شغلتنا، انما نحن بنطلب اول شيء الجهد التطوعي الشبابي انه هو يلي ينهض بالمبادرات. هي فرح المشاركه، هي كل حي بيقدر يعملها لحاله وما بتاخذ معه اكثر من 3 ساعات 4 ساعات بحيه. اثنين، وانا ننتبه في دور اساسي للبلديات، اذا البلديات ما بدها تواكب هيدا العمل، واحد بمساعدة بالحضور، يعني بدها تأمن لهم الحضور يلي هو أمر كتير بسيط، يلي هو أوقات رفش أوقات آلية أوقات يلي كان، إنما الأهم البلدية ملزمة إنه أن تقيم منظومة من وراء ما تنقام هيدي النفايات، يكون في دغري حطينا اليوم، مش مطلوب منا إنه نحط مستوعبات آخر يعني موديل. نحن نحط البراميل بثلاث ألوان لتساعد العالم يلي عم تفرز تجي تحطهم بالفرز. وننتبه في مواطنين عم يجوا يتشكوا عنا بيقولوا لنا نحن عم نفرز، انما البلديه من بعد ما نفرز بتكبهم. مزبوط، يسلم تمك. فبالتالي كمان البلديات صرنا نحن فارزينها كمان وطالبين منها. نعم. كل البلديات يلي من اقل من 1000 نسمه بتعرفوا قد ايه بدها من بعد ما نقوم بهيدا العمل تطوعيا، قد ايه بدنا كم عامل تحت الألف نسمه؟ بدنا نعم. عاملين بيشتغلوا بالشهر بيقدروا يوضبوا نفس الطريقه ويحموا الوباء ان شاء الله. عاملين وعاملين يوميا عندك 20 كيس، كل نعم. كيس حقه دولار. عملوا حساباتكم شوفوا قدي لضيعة بألف نسمة قدي بتكلفكم بس توضيب الدور. يعني نحن منحط جهد اول شيء الجهد التطوعي، انما الاهم هي مواكبة البلديات بتحمل مسؤوليتها بوضع هيكلية. اذا ما في هيكلية تنظيمية بتكونوا عم تروحوا كل طاقة الشباب. واضح. ثالث نقطة لان في ثلاث اركان قلت لك، الركن الثالث وهو كمان اساس وشريك اساسي هو ركن القطاع الخاص. القطاع الخاص يمكن له بدل ما هالشباب تروح هي تشتري هالكلس، بدل ما هالشباب تروح تشتري هالاكياس، تقدر كل شركات اي شركات لازم تشارك بتأمين بعض المستلزمات اللي هي هالقد لا. بسيطة وبتكون لها دور اساسي. انطلاقا من هون صار عندنا شراكة على المجتمع ككل. نعم. وهذا امر بخلينا نحس كلنا مع بعضنا انه في تعاضدنا. انطلاقا من هيدي الواقع، هيديك السبت كان عندنا 41 شاب وصبية، بكرة نهار السبت عندنا أكثر من 100 متطوع ويزيد لنكمل المشروع على طريق الشام الجمهور. الكل مدعو، أي شخص من الجمهور، من بعبدة، من الطريق العام، حد الويزة، لح يكون في همة بكرة الساعة 9:30 بتبلش بكرة وتخلص الساعة 6 على مسار كل الطريق العام طريق الشام. وهيدا قبل إطلاق الخطة الوطنية. نعم. يلي هي مع لح يكون في خط ساخن لكل البلديات لكل المجموعات لكل برامل. الأشخاص يلي بدها تاخد إرشادات. أنتوا رح تطلبوا فرح العطاء يعني؟ نحن لح نطلقها. نعم. مع مكونات الحراك، مع جمعية أرض، مع الحركة. نعم. البيئية. أوكي. مع الحراك على الأرض والتطوع الشبابي يلي لح تفرجي إنه بلبنان هود الشباب بيقدروا كمان يعطوا أمر جدا أساسي بالتغيير يلي هو المطلوب بقى، مش بالكلام، مش بالتنظير، مش بالكلام اللي بده يبرر فشل. حتى ما نقول حرب النضور هين، يعني بدنا ننزل على أرض المعركة. يعني أنا بعتقد نزلنا اليوم المطلوب إنه نشوف إن شاء الله. مش بقى نتطلع يلي بده يضلوا يطلع ويقول له بدنا مشاركة. نحن عنا 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 عنوان مهضوم، بدل ما تشكرني شاركني. فبكره مطلوب من كل المواطنين بدل ما تشكرونا شاركونا. طبعا كل هالموضوع اللي نحن هلا عم نحكي عنه هو مهم كثير، ولكن باطار الواقع الميداني على الارض نحن عم نشتغل لحتى نوصل لاقرار خطه. صار في خلافات كثير عليها. انت بلقاء معنا كنت جدا متحمس وقلت انك ستعلن خطه قدمتها للوزاره، اجتمعتوا مره اثنين ثلاثه، ولكن بعد الوضع على ما هو باصرار معترضين بالبقاء لهلا بعد
يمكن الدراسات عم تنعمل للوصول الى مطمر. وبالنعمه بعد صوت المعارضه بتقول على جثثنا وما بيمروا. يعني قديش انتم متفائلين بكل هالحماس اللي عم يبدي فرح العطاء من خلال دكتور هلف، من خلالك انت، من خلال كل المعطيات. لوين رايحين في ظل صوره بعدها مش واضحه لنا؟ قديش رح نضل نفرز ونوضب ونجمع بكياس؟ انا بعتقد عم نقطع بمخاض. بعد 20 سنة خصخصة للنفايات، حتى ب20 سنة رؤساء البلديات والبلديات نسيوا شو يعني جمع نفايات ومعالجة نفايات، ما تعاطوا بالموضوع خلال 20 سنة. فجأة طلب، مش طلب، فجأة إقفال مطمر الناعمة فضح هالعجز اللي موجود عنا كلنا. هلا الجمعيات البيئيه كانت تتنادي وما كان حدا يسمع لها لانه ما كان في حاله طوارئ. هلا لانه صار في حاله طوارئ، كل يوم عم بيقطع، عم بيخلق مجموعات وناس، مثل ما هلا فكره التوضيب ظهرت، بس عم بيظهر افكار لحلول مستدامه. يعني انا بعطيك مثل، اذا فشل مطمر اصرار انه يمشي، اذا فشل مطمر لبقى انه يقلع، ونحن ما عارفين شو بدنا نعمل، في احد الاشخاص طرح مبادره انه انا مستعد استفيد من كل النفايات العضويه يلي موجوده بجبل لبنان وبيروت. عن مين عم نحكي؟ عم نحكي عن ميشيل سكيف يلي عندهم مزارع ومحميه عميق، عندهم ارض بعيده عن القرى، مليون متر ارض. نحن بدراساتنا تبين انه جبل لبنان وبيروت بده حوالي 135,000 متر تتعمل كومبوستينج. نعم، بسموه ويندرو كومبوستينج. اوكي، شو عندهم اللي فوق؟ عنده مليون، بدل 135,000 متر عنده مليون متر. أوكي. بس اجوا الالمان، في مؤسسه اسمها جي اي زد المانيه عملت دراسه عن التربه بالبقاع. نعم، اكتشفت انه تربه البقاع ما بقى فيها غذاء، استنفدت كل المكونات اللي بتعطي يعني الخضره. فهن شو صاروا عايزين؟ هن عايزين كومبوست، ونحن عم نكب فضلات الاكل اللي بتعطي كومبوست. فهيدا الزلمه عم بيعرض، عم بيقول انه اذا بتعطوني فضلات الاكل النظيفه بلا كيس نايلون وبلا محارم وبلا اي شيء، انا مستعد اخذهم لقاء $10. عم نقولها بالعربي يعني، عم نقولها بكل، هو بيتولى تحويله الى سماد، والسماد بيستعمله هو باراضي الزراعيه واراضي غيره، يعني باراضي المحيط اللي موجود فيه. عم نقول انا ليش عم بعطي هذا المثل؟ ما عم نسوق لشيء، ومجبورين نسوق للحلول البيئيه. هيدي عم بقول انه كل يوم عم بيقطع، لا الناس مش مكتفه، مثل ما الجمعيات عم بتطاحش والطالب بالفرز من المصدر وبتحسين الخطه يلي انحكى عنها، كمان في ناس عم تطرح حلول. فخلينا ما بس نتكل على حل واحد. طب شو رح يصير هلا؟ هون معارضه وهون معارضه وهون ممنوع. لا لا لا، مش معارضه. انا اليوم التقيت باحد الاشخاص بلجنه الوزير شهيب. نعم. وبيقول لي يعني اذا يوم الاثنين او الثلاثه ما صار مجلس وزراء او ما بين شيء ايجابي، نعم، رح تروح الامور الى اللامركزيه المطلقه، يعني ندفع اموال البلديات ودبروا حالكم، بدل ما تروح هالقد لفوضى. ما عندهم خبرة بس. مثل المبادرة لهلا. البلديات ما عندهم الخبرة الكافية. هيدا اللي عم بيصير، يعني اكزامبل. نعم. هالمبادرة لهلا فرح العطاء عم تاخذها للآخر، يعني عم بتحول هالنموذج التوضيب إلى رود ماب، إلى طارئ خارطة طريق للبلديات، أنتم بتعملوا 1 2 3 4 والمتطوعين مستعدين. وهون بدي أقول لك على الطاولة. نعم. إنه الحراك المدني، عم بتقول لي كنت من شوي تحت الهواء إنه وين؟ في شيء كأنه حاسين إنه خفت التنفيسة. الحراك المدني هو هلا بتخطيط إلى مشاريع إيجابية من بين في غير بلشنا بالزبالة وغيرها، اليوم ما بعرف وين صاروا يعني. لا لا، هن طالبوا. ما هو شو عن صار؟ نزل هالحراك ليقول ارفعوا النفايات. نعم. بتضلك تقولك اليوم بمظاهرة وقت آخر شيء. وانا عم بسألك لأنت، أنت برأيك أول شيء الحراك رح تشوفون بكرة. نعم. عم بيشاركوا برفع وتوضيب النفايات، يعني الناس من هلأ بلشت على الصفحة. بس على احنا لوين رايحين؟ ما هيدا الموضوع. رايحين إلى حل. إلى حل، إلى حل، لأنه الحل موجود.
لو عم نحكي ببلد ما عنده مصانع تدوير منعتلهم، لو بنحكي ببلد ما عنده أراضي زراعية منعتلهم. طب ضمن الحل الحل مطور النعمة أنت مع قول إذا أهل مطور النعمة رفضوا نعتمد التقنية اللي اشتغلتوا فيها 100%. في حل موجود بديل، ومننطر شهرين ثلاثة أربعة مننطر بيتركب بأحد المقالع والكسارات بيتركبوا مكانات الفرز يلي موجودة هلأ. آخر شيء كانت بصيدة، وأنا بعرف في مكان حتى ما نحكي عنه، بعرف مكان موجودة فيه هيدا المكانات، في بالنبطية بس ما بتشتغل. لا لا لا، مش معامل الفرز خلي. نحن عايزين، ما بدنا نلوث معامل الفرز الموجودة. بيتاخدوا إلى مكان مثل مقلع كبير وبتنفرز النفايات المتراكمة. واضح. رح نتابع معكم، بس بدنا نوقف أصدقائي مع بريك فاصل إعلاني ونتابع سوا مشاكل وحلول. تابعين مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان دكتور خلف. يعني اليوم بإطار التحرك بتمنى نرجع نكرر، أنتم بكرة وين راح تكونوا؟ لأنه هي قلت لك أنا كنا عم نحكي هلأ أنه عم تحكي بهذا الحماس وبهالوطنية وبهالدقة، عم ميدانيا على الأرض عم بتعادل اللي عم تحكي، وهيدا اللي بيكبر قلبنا. نحن بكرة نحن بالحقيقة العمل اللي بيحكي عنا، نحن ما لازم نكون هون، أنا بعتقد لازم الشباب تكون هون. وانا نعم. يعني حضرتك أصريت تكون انت هون اجمالا، تمنيت يعني عليك، لان هودي هيدا مطرح للشباب ومكان للشباب، لان هن يلي بيكونوا على الارض وهن يلي لازم انه يكونوا على الصوره. فيك البركة. لا نحن بعتقد انه هيدا المكان لازم نعرف نرد لكل شخص موقعه وتقديره، وانا بعتقد شبيبه لبنان مثل ما قلت لك هذيك الساعه هي الصوره البهيه يلي بلبنان نقدر نقول انه بتقدر ترجع يحلى فيها العيش. بكره وين انت؟ بكره نحن على طريق الشام الدوليه، على تقاطع الجمهور الويزي، سيكون هناك مركز للتسجيل للتوزيع لتوزيع الشباب. سيكون هناك مجموعات متنوعه على طول الطريق، وفي خارطه يعني محدده المواقع للعمل لتراكم النفايات. نعم. وسيكون لنا على طريق اكيد طريق يعني الرئيس، الطريق الرئيسي، ونحن اخذين كل التدابير اللازمه من سلامه عامه، لوجستيه وميدانيه، كله مخطط، كل كله, نعم. كله 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 وبشكل كثير واضح. رح تكون معهم بول اكيد بكرة. اكيد. شو الشروط المطلوبه بالمتطوعين اللي هلا عم متطوعين يسمعها؟ بس يلي اذا شيء يجوا بصباط شوي عالي، بنطلون طويل، ما يجوا بشورت، و كل ما تبقى تيشيرت قصيره ولا طويله، كل ما تبقى بياخذوه عن الارض، فما عندهم اي شيء ينتبهوا له الا اخذين هذا الامر، يعني من تدابير وقايه، من قفازات ومن قبعه ومن شو بيقولوا ماسك على وجهه، كله مأمن، كله مأمن. المطلوب بس شغله وحده، مش مطلوب منه انه يكون متخصص وبيعرف يقيم مخبريات، مطلوب منه بس ينتبه هو على الارشادات يلي رح يعطون اياها الشباب، لانه كتير ضروري كمان هيدا في جواته اوقات بعض المواد يلي لازم ننتبه بس عليها بشكل هيك بسيط، منه شيء مهم. طب دكتور بدي اسالك، يعني رح نقرب للختام، متطوعين ومع كل التقدير لهم، قديش ممكن نتكل على المتطوع؟ لانه بقول لك انا لا احاسب اذا اخطات، اذا ما اشتغلت كثير منيح. ولكن هيدي صوره خاطئه، وضح لي. المتطوع هو الانسان ملتزم، اول شيء المسؤول الاكثر مسؤوليه، لان بحس حاله اول شيء انه هو مسؤول عن العمل. برافو. وعن التزامه. حلو. يلي جاي ليمضي وقت ما بيكون هذا متطوع ملتزم، هذا بيكون جاي يعمل قزدوره، يطلع بيشتري صوره، ما بعرف وين يعمل. شبيبي يلي عم تنزل على الارض، انا بقدر اكد لك نهار السبت الماضي وكل بعتقد العالم يلي كانت تمر على الطريق، نعم، وانا بقول لك، انا وقت عم بقول لك انا انحني امام شبيبي هالقد يعني معطاءه، انا عم بعرف ليه عم تحكي. واسمعوني، انا كان في شاب عمره يمكن 21 سنه باخر النهار ما عادش قدر يكمل قد ما تعب، ارتاح شوي، كان كل الشباب اهله عم يتصلوا فيه، بتعرف شو عم بيقولوا لي؟ شلحناهم برا تيابهم ليقدروا يفوتوا على الريحه،
ساعة اللي خلص وكان منهك طلب منه شغلة وحدة، يشلحوا تيابه وكب صباطه وبنطلونه وتيابه وطلع بشورت على البيت ليقدر يوصل من دون هيدا الريحة. يلي بيعرف قديه أكل حلو. يعني بهيدا النشاط هودي شباب لا يقدروا، نواجه لهم تحية كثير كبيرة، هودي شباب نواجه لهم تحية كثير. وأنا بعتقد هيدي صورة لبنان الحلوة يلي تضل عالية بقلوب المواطنين يلي بيطلعوا أوقات لفشل ما وعد سدوا وبيعمموه، وعد سدوا انه فشل السياسيين ينساق على شباب، هودي الشباب بيعطوا هني امل بكره ورجا بكره والجاي كثير قريب ان شاء الله. بول طبعا اللي عم نحكي عنه نحن بكبر لنا قلبنا، لانه بنقول يعني من خلال خبرتك وكل المعلومات الموثقه يلي انت وضعتها بتصرفنا قبل واليوم عم تشتغلوا وبتتعاونوا بفرح مع فرح العطاء، اكيد شو بتعنيك يعني هذه التوصيفات يلي عم بيقولها دكتور خلف يعني من خلال حماسه للعطاء؟ ما تنسى كمان انه كل جمعياتنا نحن كمان يعني بجمعياتنا والجمعيات الاخرى يعني بكل ان كان بالحراك او بالحركه البيئيه اللبنانيه نحن قائم، كل هالموفمون قائم على التطوع. برافو. على الناس المتطوعه. وهون انا عشت يعني غير الحركه الكشفيه، انا كنت كمان مسعف بالصليب الاحمر. بالصليب الاحمر انت بخلال الحرب كان ممكن انك تموت مشان لحتى لتنقذ جريح. نعم. يعني الصليب الأحمر قائم على التطوع. نعم. يعني الناس يشوفوا أنه أكثر حركات جدية لكن بكرة قائمة على التطوع. بكرة بتوجه يعني دعوة لكل أكيد، وخاصة بدي واجه دعوة خاصة لسكان منطقة الويزة يلي عم نتلقى تليفونات كتير منهم. نعم. عينه كتير. شو بدك من أهل الويزة؟ بدنا ياهن يوصلوا على نقطة التجمع حد الجمهور. نعم. ياخدوا يعني حضروا حالهم أنه بكرة يكونوا شركة، لأنه في نقاط يمكن محددينهم ما يكون يعني ملحوظة لبكرة مستجلزي. بس بما أنه نحن موجودين فوق ومع العدة ومع كل شيء يوصلوا ياخدوا ويبلشوا بأحياهن أحياءهن لحتى. نعم. لأنه في مشكلة مزمنة كتير كبيرة بالويزة ونحن حدهم كتير قراب عليهم. يعني ما بدك يقولك شكرا مثل ما قال دكتور خلف، بدنا يشاركونا مش يشكرونا 100%. طب بختام هذه الإطلالة قبل ما أختم مع دكتور ملحي بول، شو بدك تقول؟ أنا متفائل. نعم. أنا بدي أقول أني متفائل. ولا مرة بتاريخ لبنان كان موضوع الفرز والفرز من المصدر والتدوير وشو يعني مطمر وإلى آخره كان متداول ووصل لعند الناس. نحن ما عم نلحق فرز، يعني الناس عم توصل لعنا. نحن كان عنا مركز نموذجي صغير في مركز الجمعية للفرز، اليوم ما عم نلحق، عم يعني عم بيجي لعنا جبال من المواطنين اللي عم بيفرزوا نفاياتهم. بدي أقول إنه نحن بمرحلة جديدة بلبنان، نحن متفائلين، ونحن كمان منريد إنه خطة الوزير شهي تبدأ لحتى لي من بعدها يرجع هيدا الملف للبلديات ونوصل لبر السلام ان شاء الله. دكتور ملحم بالختام بهذه الاطلاله الاولى يلي رح يتبع لاطلالات تانية، شو رح تقول؟ الوقت مش للكلام، الوقت للعمل. شاركونا بكره، شاركونا معنا بالويزي اكيد. بكره من 9:30 بتقدروا تبلشوا، من 9 توصلوا على مفرق الجمهور. الكلام اليوم يمكن يعني الصمت المدوي افضل بكثير بالعمل من أن نتكلم. شكرا للمواطنين يلي عم ينزلوا على الأرض، شكرا لهالشباب يلي أهلهم كمان عم يخلون ينزلوا على الأرض، شكرا، لأن بكرة دايما أحلى. شكرا لك، يطول عمرك وأهلا وسهلا فيك. أصدقائي بختام برنامجنا رح يكون بروبورتاج حول زيارة كاميرا برنامج مشاكل وحلول لمركز جمعية الأرض لبنان، منتابعها نحن وأنتم بالختام سوا، إلى اللقاء. للأسف في شيء بالعلم اسمه تدارك الأزمات والبريفنسيون اللي بتصير قبل ما نوقع بالأزمة، ونحن كنا عارفين رح نوصل لهذه المشكلة ولم يتم أخذ أي مبادرة أو وضع أي استراتيجية من قبل الدولة بطريقة جدية لمعالجة الموضوع على مستوى لبنان. نحن اللي عم نعمله ما بعتقد أنه نحن كجمعيات مدنية بنقدر نحل محل الدولة. الحل الشامل بده يكون من قبل الدولة، من قبل البلديات اللي هي بدها تفرض الفرز، وبعد الفرز هي بتروح بتاخذ للمعالجة، وبعد المعالجة بتودي للمعامل، وكل هذه اذا بدنا نقول البروسيدور المعتمدة من طريقة العلمية. نحن هون مثل ما قلت عم نجرب نحل جزء من الأزمة، عم نعطي مثال
لحل لازم يكون على مستوى كل بلديات، ونحن عم نطلب من كل بلدية، كل بلدية إن هي تشكل خلية أزمة محلية. وصلنا فترة مش من هلأ، من أول بلش الأزمة نطلب من كل بلدية تشكيل خلية أزمة لاعتماد خطة الفرز من المصدر للوصول إلى فرز المواد إلى التدوير. وهذا الموضوع لازم يكون مثل ما قلت على مستوى البلديات ثم على مستوى الدولة ككل. للأسف نحن بلبنان ما منعالج، ما منحط هيكلية لمعالجة مشكلة قبل ما توقع، نوصل لتوقع المشكلة وهون بصير أصعب علينا وأكلف أكثر كلفة وقت بدنا نحل المشكلة بعد ما وقعت، وأضرارها البيئية والصحية وكل أنواع الأضرار اللي هي تنتج عن مشكلة النفايات. نحن هون بمركز بلد مركز بردون جمعية الأرض لبنان، هذا مركز فرز نعمل بقلب الجمعية بمركز الجمعية. هدفه كان بالأول لما بدأنا التوعية على أهمية الفرز من المصدر، بسموه باللغة الفرنسية بروجي بيلوت، بس مصغر عن مركز فرز لنفرج العالم كيف نحن فينا نعمل على صعيد بلدية على صعيد قضاء لنحل مشكلة النفايات. ولكن مع تفاقم الأزمة يلي صارت عنا بلبنان مع الأسف تحول هالمركز لمركز ناشط بقوة، العالم بتجي مثل ما شايفين بتحط عندنا نفاياتها المفروزة، يعني العضوية لحال بتجيبون أكل للدجاج أو للكومبوست، بتجيب لعنا البلاستيك والإزاز والألومنيوم مفروزين بكيس لحال، وبتجيب لعنا الورق والكرتون بكيس كمان لحال، يعني 3 كيس تقريبا. في عنا شباب بيساعدونا، هن بيقوموا بعملية الفرز لأنه مثل ما بنعرف البلاستيك على أنواعه، الإزاز على أنواعه والتنك على أنواعه، بيفرزوا كل شغلة لحالة. وهيك نحن بعد الاتصال بمعامل التدوير يا أما هن بيجوا لعنا أو نحن بننقل هالنفايات من بعد ما تكون مفروزة كل شغلة لحالة على هالمعامل لحتى نصير لتدويرها. يمكن مشكلة النفايات وعيت العالم على أهمية الفرز، العالم يلي ما بقى قادرين يتحملوا يشوفوا النفايات قدام بيتهم لقوا انه الحل الوحيد هي انه اذا فرزناها ووديناها على محل بيقدر ياخدها على معمل تدوير. مع الاسف يعني قدرت استيعاب الجمعيات قليلة، مشان هيك اوقات في تأخير يمكن لنحنا نروح نجيبه من عندهم او هن يجوا لعنا، في تأخير عليهم، مشان هيك لازم باسرع وقت البلديات تتجاوب وتبلش هي تعمل هالمراكز اللي شايفينها هون لحتى نقدر نحل مشكلة النفايات، وهالمواطن اللي عم يفرز ببيته ما يرجع آخر شيء يكبون فوق التل اللي مكدسة قدام بيته.